التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى كابلان الإسرائيلي حيث يرقد الأسير ماهر الأخرس غير مطمئنة، والخشية من تلف قد يصيب الدماغ. ساعات من الانتظار في محاولة زيارته، وتعنت من المشفى وعرقلاته التي طالت زوجته ومحاميته ونوابا، أججت شكوكنا حول حالته إلى حين لقائه. ظروف حالتي خطيرة جدا، وأي وقت تتعرض للموت. مستمر في الإضراب أخ ماهر؟ مستمر، إما حرية بين عائلتي وأطفالي آمنا، وإما قتلي باسم عدالتهم الزائفة، وإذا كان قتلي هو شهادة. رغم قرار المحكمة الإسرائيلية العليا قبل أسبوعين بتجميد اعتقاله الإداري، يرفض الأسير ماهر الأخرس إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 27 من تموز يوليو الماضي، فهو يطالب بقرار الحرية الذي لا لبس فيه. بمعنى أن الاعتقال موقف، فيش هو غير معتقل، لا في كلبشات بإيديه، لا في، غير موجود تحت رقابة وحراسة إدارة السجون، ولكن حسب قرار المحكمة العليا يجب أن يبقى في مستشفى كابلان، معناه أنه في سجن الكبير اللي اسمه كابلان. أنا كنت عنده يوم الجمعة، واليوم جيت يعني طلع في فرق كبير، زيادة بالنقصان بالوزن، زاد عنده النقصان في الوزن، عنده آلام شديدة في الصدر، عنده ضغط على الرأس. زوجي معتقل بلا تهمة بلا أي سبب، فخوضه للإضراب هو بهدف الحرية لأنه معتقل اعتقال تعسفي بلا تهمة. يرفض الأخرس تناول أي شيء سوى الماء، محاولا الانتصار بجسده الضعيف على سياسة الاعتقال الإداري التي يتبعها الاحتلال لزج الفلسطينيين في سجونه، والتي تطال أكثر من 300 أسير فلسطيني. أما هو فقد سبق وخبره في الماضي، حيث مدد الاحتلال اعتقاله مرتين على مدار أكثر من عام من دون تهمة. هناء محميد، الميادين.